سيدة بالا. عثمان، ارفعي رأسك يا جميلتي، ارفعيه لأرى عينيك. لقد فقدت أمانتك، كيف سأرفع رأسي؟ كيف سأنظر لك؟ سامحني. بينما يتجول من يجب أن يخجل بكل وقاحة، لماذا تخجلين يا بالا؟ ها؟ لا تحزني نفسك، إن كان اللص في الداخل فقفل الباب لن ينفع. فحتى وإن راقبتها، بل حتى وإن وضعت حبلا بيدها، فسيجد أتباع الشيطان طريقة ليأخذوها. لا تحزني نفسك. ماذا سنفعل يا عثمان؟ كيف سنخرج من هذا الأمر؟ كيف سنعثر عليها؟ الله هو من أوصلنا لها. إن كان علينا العثور عليها مجددا فسنصل لها. دائما هناك خير فيما يحدث يا بالا، أوليس القدر من عند الله؟ تنظر بشكل جميل وتقول كلاما جميلا، تزيح الهم عن قلبي وتريحه بكلماتك. ليرضى الله عنك يا عثمان. ليكن رضاه من نصيبنا جميعا يا بالا. أخي عثمان، خيرا؟ زوربا، قتلوه قبل أن يتحدث صحيح؟ ها؟ توقعت ذلك. هل يتوقف الخونة عن الخيانة؟ هذا يكفي يا عثمان، هذا يكفي، لقد مللنا من أفعالهم القذرة هذه. أنت محق يا سيدي، أنت محق. قلت إنه عمي وإنه من دمي، ولم أقتله، ولكن سوف نحاسبه. لنذهب لمحاسبته، هيا بنا. سيد دوندار، مبارك يا سيدي. سلم. سلم.